هنلاقي حقيقة. مش شايف يا جماعة، فقولوا لي كده في وداني. اهي اقرا معايا يا كابتن في وداني. تنظم حد في الاعداد يقول لي في وداني. سؤال تنظم، ما تقراش انت يا احمد، خلي الاعداد اللي يقرا لي. تنظم وتدير رابطة الأندية مسابقة سنوية. ركز يا أستاذ بليغ. ويكون وإيه؟ اشتراكها اجباري للانديه القسم طب خلي الاول بليغ يقرا. وفريقها الاول. لا لا لا، قلت بس الجملة اللي فاتت دي، بس ماشي اهو بحكي. تاني. للانديه القسم الاول وفريقها الاول. يعني ايه فريقها الاول؟ انا ما جبتش يا كابتن. أنا قللت من جبت شان حاجة من الهجوم. عندي؟ طب بس اديني فرصه يعني اكمل. ما هو سنوات يا دايما فندم. يا يقولوا استاذ محمد فريق بقول الأول لامي. يا سيد لا 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 وقول لا لا لامي يا في عيد الأم. لسه بدأنا ساعات الأولى من عيد كل الميلاد سنه وانت الأم. كل طيب. سنة وانت طيبة يا والدتي يا جميلة يا روح قلبي يا ست الكل. يا ست أنا مش الحبايب. جايب من عندك اللائحة دي. طيب وانا برضو بهني والدتك ووالدتي. وانا بقول لك برضو وكل سنة موسيماني والدتك طيبة. وانت طيب. بس أنا عايز موسيماني اسف أعاتبك، كولر لو لعب أعاتب والدة بليغ. هو وان واي، لازم يسمع يا فندم. الناحيتين. موسيماني السنه اللي فاتت لما لعب بالفريق ما اتقالش انه ده فريق الشباب، اتقال فريق الاول الاهلي وهو مظبوط. خد اختيارات. لا السنه دي كولر يا لو استاذ لعب بليغ، بطعم من فريق الشباب وجابهم هيتقال عليه فريق تاني النادي الاهلي. طب هقول لك هو حاجه. ما جابش فريق الشباب بالجهاز الفني طب للشباب ولا كان لعب الشباب. اريحك، قول كل اللي عندك وبعدين هرد عليك. طيب انا مش عارف اتناقش تاني. كده. انا بتكلم في حته انه لو كولر هو اللي قاد الفريق وخمسه من انت حسبت فريق كامل، لو خد خمسه طعامهم بخمس او ست عناصر من الشباب، هل ده هيبقى الفريق الاتحاد الكوره هيعترض؟ لا. طيب ما انا ده اللي انا بتكلم عليه. طيب. انا ما قلتش ان هو يجيب فريق خلصت. فريق الشباب ويقولوا عليه ده الفريق خلصت الاول. كده. ارد بقى. اتفضل. طيب هرد بقى عشان نقفل الموضوع ده. اتفضل. اولا احنا خلاص وفق اللائحه لازم يشارك في الفريق الاول. تمام. بيطعموا بشباب، هو حر. انا معاك في ده. هو بقى عايز الراجل يركز. طلب عايز يركز. التركيز الكامل لهذه مباراة الهلال دي تحديدا يا كابتن. مفترق طرق. دي حقيقة. ليه؟ لازم اكسب. اذا كنت عيني عايز اكسب دوري ابطال افريقيا لازم اكسب الهلال 1-0 او فارق جولين باي نتيجة اخرى. ودي محتاجة تركيز لان هو جاي لك مركز. الاتحاد السوداني مريحه ماتشين. فرقة رخمة. مأجل له. فرقة تقيل. ماتش حساس. في حاجات كده عندك لعيبتك مش في ايديك. في 7 لعيبه في المنتخب فانت قلقان فعايز تجهز بقى اللعيبه كلها اصابات يحصل حاجه لا قدر الله. فالراجل عايز يركز. فقال لي الكابتن خطيب انا عايز اركز. وهو طلع قرار هو نفسه كولر مش الخطيب بقى اللي عمله. ادى لعيبته اجازه لغايه يوم الجمعه. هذا قرار اول ما صدر يعني ان المدرب مش عايز يلعب البطوله. خلاص. ايه بس ده بالتنسيق مع الاداره مش ياخد وحده. هيرجعوا له التنسيق مع الاداره. هو السنه اللي فاتت مين اللي خد قرار ان موسيماني يلعب بالشباب؟ طيب. انا بريد اسف لما بقى الفريق لما الفريق الاول السنه اللي فاتت انا مش مين اللي كمل بالفريق بعد ما مشي موسيماني وجا الفريق كمل؟ مين اللي قال فريق الشباب يكمل؟ يعني كانت الاداره والمدير الفني يا واقف. سيدي هو كان الراجل المدرب هو مش المشروع. هيدير. ما هو الفريق الاول لازم يديره المدير. فهو عايز يركز. هو مش عايز يقعد يركز ماتش المصري ويجيب ناشئين ويجيب شباب يعني ده مش ويقعد نظام يحط بطوله. تشكيل. يعني ده مش نظام بطوله. ما سحب ما من حقه. خلاص هو مش خلاص مندم. ولا مش عشان مندم. فيها اللائحه دي لا ما فيهاش يا سيدي. لا عقوبات معلش ما ما فيهاش غلط برضه. ما فيهاش ما هو الاهلي على فكره جزاءات. مش الاهلي مش بس اتكلم في الرعايه حقوقي ايه ولا البس برضه اتكلم قال لك عايزين لائحه واضحه للمسابقه. يعني برضه ما تحطليش بند جوه لائحه تقول لي الفريق الاول وكان الله بالسر عليهم. لا قول لي برضه المشاركات هستفيد ايه. قول لي لو انسحبت عليها عقوبات ايه. ده في 3 ايام الاهلي بدا يتكلم في اليومين دول بس. يا سيدي ايه المانع؟ لا عشان المواعيد مش في تخطيط وفي الحاجات دي. طب انا هسال عبد الجليل. بدات البطوله هبدا اسال الحاجات دي دلوقتي يا استاذ محمد. طب انا هسال عبد الجليل. ده مش مبرر. معلش انت فني اكتر مش مبرر. من عبد الجليل. ما انا ما بتكلمش عن حاجات انت فني فنيه. اكتر من عبد الجليل. لا انا ما بتكلمش عن حاجه فنيه. طيب. كابتن انت بتقول الاداره انا على فكره بدات تسعى لحقوقها النهارده. كل اللي انت قلته مش الاداره بدات تسعى لحقوقها النهارده. اتاخر وانا معاك. كل ده مش معترض. انا معترض على كلمه واحده بس. ان الاهلي خايف من المصري. يا فندم لحظه بس. هذا كلام اخر. لا لا غير اقول مقبول. اوضح عبارتي يا استاذ محمد غير مقبول. عشان الكلام ما تفهمش يا استاذ محمد. لا 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 عشان ما تفهمش الكلام برضه غلط. انا بقول النادي الاهلي دايما ثقافته بيخش في اي بطوله بينافس عليها. النادي الاهلي خايف ان هو مواجهه المصري دي هيطلع من البطوله. لا طب ما يطلع. وانا اللي قلت لك عليه. هو ممكن هو لو هو الاهلي قال ما اشتركش. لحظه بس. الاهلي ما اشتركش ليه في البطوله العربيه؟ يا سيدي هو الاهلي لو شارك. انا هقول لك ليه. عشان النادي الاهلي حس ان هو ما عندهوش فريق يقدر يحقق الفوز بالبطوله. لا ده انا هقوم امشي. سلام عليكم. لا استنى بس. لا 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 الاهلي ما شاركش العربية عشان مش هيعمل فترة اعداد. انا اقول لك يا راجل مش هيعمل فترة اعداد. ماشي يا فندم. لحظة واحدة بس يا بليغ. اصل الكلام لا يتاخد ما مش خناقة في السبتية يا بليغ. يعني احنا مش عارفين نتخانق احنا التلاتة. مش خناقة. بص يا بليغ القصد اصل انا هشترك في دي واشترك في دي واشترك في دي. لا بص يا كابتن. ده الاستاذ محمد قاعد يتغنى اسابيع بان النادي الاهلي هيشارك في البطولة العربية وقوته فيها. دلوقتي بقى كله غلط. لا ما قلتش انت قاعد تتغنى بها اسابيع من البطولة العربية. مش هيقدر يخش في كذا جناح وهو الفرقة. احنا اعلاميين وصحفيين.
يعني لما بنيجي نتكلم في احنا بنحلل المواقف، شغلتنا نحلل المواقف دون اتجاهات، صح؟ ايوه يعني حضرتك انت لما الاهلي هيشارك كنت بتشيد بالاهل ومشاركته، لما الاهلي اعتذر بقى الاهلي موقفه صحيح. لا لا ما قلتش الاهلي موقفه صحيح، قلت وجهه نظر له وجهه نظر مقبوله. شوف بالمنطق. ما هو والله بالمنطق، اصل انا عندي بطوله افريقيا في المنطق، وعندي دوري وعندي بطوله عربيه، وبطوله عربيه تقيله هتهلك بقول لك اللعيبه. اسمعني بقى في دي، بص او بقى اعتذر ليه؟ لحظه عشان شايف مصلحته انه عشان نختم، بس مش هيبقى قادر على المشاركه في البطوله دي. عندنا حاجتين، عندنا حاجتين. اول حاجه هو الراجل طلب من الكابتن الخطيب انه ما يلعبش كاس الرابطه بدا. ما هو الاهلي ممكن يلعب على فكره فول تيم، يعني ممكن كاس الرابطه ماتش المصري يبقى فول تيم ويخسر يعني اصل المصري ده فريق كبير، يعني مش فريق صغير. ده لو بيلعب اي نادي يعني سيراميكا، البنك الاهلي، وارد يعني. ده انت بتلعب اي نادي في الدوري الممتاز، اسماعيلي، اي نادي، انت الاهلي ضامن يكسب؟ لا طبعا. طبعا كل انديه لا تقدرها، يعني اي نادي يقدر يكسب الاهلي، دي كوره في الاخر. فما انتش ضامن يعني ايه لو ما لعبتش بالفول تيم بتاعي فانا بقى هخسر، فالعب بالفول عشان اكسب؟ لا، مفيش حاجه اسمها في الكوره كده. فهو الراجل اعتذر، قال انا عايز اركز في مباراه الهلال لانها مفترق طرق بالنسبه له. اوكي، دي عنده حق، دي واحد. نمره اتنين، البطوله العربيه انا كنت مع ان الاهلي يشارك في البطولات، وقلت انه ما كسبها كتير، عندكم 30 لعيب ليه والكلام ده. لكن الاهلي عنده وجهه نظر، قال لك انا البطوله بتتلعب في الفتره من 20/7 ل 5/8. اتحاد الكوره او رابطه الانديه بلغتنا، قال كده الاهلي، ان الدوري ينتهي 15/7، حلو، وان الدوري الجديد هيبدا في النص الاولاني من 9. من 9. فقال لك انا لما العب البطوله العربيه من هخلص في 8. هخلص في شهر 8 يوم ما اعرفش كام 8. في نص 8. ما اعرفش 5 8 10 8 حاجه كده. هيبقى قدامه كتير 20 يوم. فانا لحد اعرف ادي راحه، لازم ادي راحه سلبيه الاول 3 اسابيع على الاقل. طبعا. فيبقى انت دخلت في اول 9. وعندك لو شارك في البطوله العربيه اقصد، فدخلت في اول 9. فالدوري هيبدا في نص 9، هعمل استعداد ازاي واعداد؟ فالاهلي قال لك ان توقيتها بالنسبه لي غير مناسب، فانا قلت دي وجهه نظر، يعني لازم نحترم. هو ممكن يكسب البطوله، هو الاهلي بس هيخسر طول السنه. بص يعني هيخسر لعيبه. هسألك سؤال يا بليغ ونجاوب عليك هنا بصراحه. الاهلي يا سيدي مش هقول لك احسن نادي عربي، ماشي؟ لا انا بقول لك احسن نادي عربي. طيب يعني هيقلق مثلا شاكرين يا سيدي. لا يعني الاهلي لما يلعب تاريخا وكل حاجه. طب حلو، لما الاهلي يلعب في البطوله العربيه هو مرشح زيه زي الترجي، زي الهلال السعودي، زي الزمالك، زي الرجاء، زي الوداد، دي اكبر انديه، زي النجم الساحلي لو كان مشارك انا مش فاكر، زي بوليسداد او شبت القبائل لو مشارك، يعني دي انديه في 10 انديه كده في مستوى الوطن تقال. اي واحد في دول مرشح يكسب. والاهلي لو هو يعني جايب 11 كريستيانو رونالدو ضامن ياخد البطوله لا، فهو حتى هيشارك. فانا قلت ايه لو كانت البطوله دي في شهر في ديسمبر كان ممكن الاهلي يشارك. لا يبقى لو وسط الموسم يبقى انا ارد عليك بهدوء يا اسمح لي. انا بقول لك يبقى كان مصلحه الاهلي ان هو شايف ان هو فتره الاعداد دي وان الفريق هيتضرر ولسه في بطوله افريقيه ففضل عدم المشاركه. وهو دلوقتي شايف ان هو زي ما المصري شايف ان هو فرقته مش هتبقى كامله وان هو هيدفع بعناصر جديده ومعرض للخساره وان هو الراجل عايز يركز ففضل ان هو ما يشاركش قدام المصري. طب ما هو فضل وجهه النظر هي نفس وجهه نظرك. ما هو فضل بس الكلام بهدوء. لا نمره واحد انت قلت يا بريغ ان الاهلي خايف. اي يا فندم اتفضل. انت قلت كلمه لا انت قلت جمله ما ينفعش اعديهم كده. قلت الاهلي خايف وعشان مصر ما يكسبوا وعشان حسام حسن فضل ان هو مصلحته ان هو ما يلعبش ماتش حسن ما كسبش الاهلي قبل كده يعني كسبه فضل يا حسن يا محمد يعني ايه اللي يعني حصل؟ طب انا هقول لك حاجه. طب الاهلي قفل يعني. طب انا ممكن اسالك سؤال هل فضل يعني يا استاذ محمد خناقه في بولاق مش هل فضل حسام حسن ضد بولر محمد 11 محمد هو مش فضل الاهلي كده ان هو مصلحته ان هو في عدم لعب ماتش المصري اللي لعبته مش جاهز؟ طب هو نفس المعنى بس انا قلت عباره انت شايفها تقيله ان هو خاف. لا ما انا هو مش لكن هو فضل يا بليغ هو ينفع اقول لك الزمالك لا خايف ولا خايف؟ طب وماله الزمالك فيه ما ينفعش ما خايف يعمل لك حساب ممكن كان منافس قوي يا استاذ بليغ. لا يا استاذ محمد هي الالفاظ في حاجه اسمها خايف. لا انا النهارده اعلامي اقول انا خايف من اواجه اي اعلامي انا مجلس اداره هاجي اقعد مع المدرب واللعيبه اقول لهم معلش يا جماعه ما تلعبوش بس انا خايفين نخسر. انت عمرك لعبت ماتش مع الاهلي ما تتقالش كده. انت عمرك لعبت ماتش مع الاهلي ما تتقال ازاي؟ انت عمرك لعبت ماتش مع الاهلي حسيت ان خايف او الاهلي خايف؟ لا كابتن انا نادي. عارف ان انا لا لازم يخاف لازم يخاف لا لازم يعمل حساب لا لازم يبقى خايف. لا خاف من مين؟ تعمل حساب. لا يا فندم تخاف تعمل حساب الماتش من الواجهه الحسام لازم تعمل حساب الخصم. اسمها مش خوف اسمها بركز او تعمل حساب اسمها بعمل حساب للفرقه اللي قدامي. لكن خايف يعني نازل ركبك بتخبط؟ لا يا فندم خايف يعني انت حد يقول لك يا فندم خايف بخ في الضلمه احسن يعني ما هو خايف ده حد قال لي بخ في الضلمه تخبط. الحمد لله على السلامه والله منور الدنيا.